انت بتعملي ايه؟ خلاص بقى. تعالى يوسف، تعالى يوسف، انت هتعرف تجيبها على طول. تعالى اوريك واحده كمان كفايه كفايه. انت الله يهديك. وسع 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 وسع. يا ترى حقيقة. بص اتعلم بقى، اتعلم. انا لو انا اللي عملت الحركه دي ونزل على وشي. بص تعال، عارفه طبعا. خلاص كفايه 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 بقى، كفايه الماس، كفايه كفايه. ان شاء الله بوظ. انا خلاص، انا خفيفه. لا كفايه كفايه بقى، بس عشان خلصت يعني. يا بهوات يا بهوات، احنا هنفضل قاعدين لحد امتى؟ احنا قاعدين لحد ما ربنا يكرمنا. وعد الحر، مش عارفين وعد الحر دين عليه. يعني انت لما بتوعدي حد بحاجه لو ما نفذتيش الوعد ده بيفضل دين في رقبتك. اه صح، هو اسمه وعد الحر دين عليه. احنا المفروض دلوقتي مستنيين منك السلايم، ما عملتوش ليه لحد دلوقتي؟ اه السلايم، السلايم المائي اللي انت كنت عاملاه منه حته صغيره قبل كده وانا كنت بلعب بيه. عايزين نعمل كميه كبيره. ماشي، ممكن نعمله دلوقتي؟ اه في ليه بقى انت؟ يلا ده يوسف. بص يا بابا، اقعد هنا كده على رجلي. قاعد يا حبيبي. الواد يوسف ده ما اعرفش ليه، سبحان الله، بحب طول ما انا وهو ماشيين في الطريق كده نقعد نرخم على بعض. بص انت خايف ليه؟ بص صلى على النبي على الصلاه والسلام. ينفع يبقى فاضل حاجات بسيطه على الفطار وناخد الثواب الكبير وتفطر؟ لا ما ينفعش. صح، اه تلت ساعه استحملها. ماشي، انت ما ينفعش تفطر. قرات قد ايه لحد دلوقتي في المصحف؟ هو لسه خلصت الجزء الاول الصراحه. الجزء الاول امشي. لا انت المفروض دلوقتي، يعني النيره دلوقتي ما شاء الله دخلت في الجزء الثالث وزياد. لا انا دخلت في الثاني. ما انا بقول لك اهو، نيره في الجزء الثالث وزياد قرب يخلص الجزء الثالث ورماس مع نيره. يعني احنا رماس ما بنقولكش اصلا. انت بتعرف منين؟ انت مراقبنا ولا ايه؟ ايوه، انا بشوفك بتقرف اني صوره فانا بعرف ايه. الفكاكه دي صح. ايه الفكاكه دي صح. فالمهم زياد دلوقتي ما شاء الله مسابقكم كلكم، نيره مسابقاك. انت المفروض راجل ماشي، فاللي انت بتعمله ده يا معلم ما ينفعش. اجمد كده وانشف. يلا الجيش هو اللي هيعلمك ان شاء الله. شوفي لو في حاجه انت محتاجاها نروح نشتريها. طب يا جماعه احنا عاوزين بقى نوصل القناه دي لمليون مشترك، علشان عايزين نيره ويوسف ومعاهم زياد وابو زياد كمان ورماس ان شاء الله يعملوا لكم فيديوهات حلوه وتشجعوهم طول الوقت، عشان يرجعوا لكم بقى الفيديوهات اللي هم كانوا بيعملوها. طبعا انا عارف ان الفيديوهات القديمه دي وحشتكم قوي وانتم بتحبوها، فانتوا شجعوهم وان شاء الله الفتره اللي جايه يبداوا يعملوا لكم فيديوهات حلوه. يلا ماشي، يلا قدام. ومناسبة بقى الاسلام انا هعمل لكم كمان حاجة حلوة، بسبوسة بالمهلبية. آه حاجة جميلة كده. اه هو ده الكلام، هو ده الكلام. ماشي تعالى بقى نعمل السلايم الاول عشان بعد كده نعمل بسبوسة. لا يا ستي هعمل معاك السلايم المرة دي، كل مرة ما بحضرش فيه خالص. اعملها كده تاني. بيعشق البسبوسه. سنة فايزة اصلا من المسحك. بتحب السلايم؟ اه. طب يلا. دار ما تزعل. هتعملي معانا السلايم؟ اه. تعرفي تعمليه ولا بتعرفي تلعبي بيه؟ بعرف العب بيه وبعرف اعمله. يعني بتعرفي تعمليه زي نيره؟ اه. طيب يلا، نيره دلوقتي هتعمل واحنا كلنا هنساعدها. انا المره دي هعمله مع نيره عشان المره اللي فاتت. هقلبه لحد بنحطه في الكيس وبعد كده بنلعب بيه، بنحط عليه شويه تنجره وبيلزق. بتحط عليه شويه ايه؟ تنجره وبيلزق. اه بتحط ايه؟ دنكار. دنكار هي بتقول دنجوره، انا مش فاهم يعني ايه دنجوره. بنحط عليه شويه دنكار لو بيلزق. طيب دلوقتي هنروح نشتري الحاجات بتاعت السلايم اللي نيره هتحتاجها، عشان عاوزين نعمل كميه الكل يلعب. انا واحد من الناس بحب السلايم اصلا، وخصوصا السلايم المائي. فاحنا هنروح دلوقتي نجيب الطلبات ولما نرجع نبتدي نعمل. اه بس انا هعملها عشان انا وعدتهم، لكن انا عندي اصلا هنا سلايم عادي ومائي. لا احنا هنعمل جديد. انا كنت عاملها لكم قبل كده. هنعمل جديد لان اللي جوه اصلا من كتر اللعب فهو ابتدى ان هو يبوظ. ايه الالفاظ دي؟ يلا انا رحت جبت بقى الباقي.
لقيت اروى قلت ايه قلت لها تعالي تلعب معانا عشان ايه طبعا دي حاجات العاب والكلام ده فالاطفال هما اللي هيفرحوا يعني هما اللي هيحبوها. وانا جبت حاجه السلايم اللي كانت مصادي بصراحه انا جبت كميه كبيره ما مننا هنعمل بقى فقلت هجيب كميه كبيره. يلا يا ريمان نص لا يكرم بيتك يا بنت هتقعي هاتي بوس يلا عودي لما اجي بنزل البسين بخلص كده هتنزل البسين؟ اه ماشي اما نخلص الاسلايم يبقى ننزل البسين مين اللي هينزل البسين؟ ماشي هننزل البسين وهنعمل تحدي هتنزل البسين معنا؟ اه طبعا ماشي بقى هنعمل هنزل البسين معنا بخلص كده كده بتعرفي تعومي؟ اه يعني لو نزلتي في الكبير ده تعرفي تعومي؟ لا بنزل في ده كده فاهم انا بس بتعوم كده طيب ماشي طب ننزل البسين الاول ولا نعمل السلايم الاول؟ نعمل السلايم الاول طيب خلاص طب يلا نخلص السلايم بعدين ننزل البسين يلا انا هخش احضر الحاجه بتاعتي وهعمله هنا كمان الجو حر اصلا عندنا في البسين هيبقى حلو دلوقتي اه الصراحه الجو حر قوي زي ما يكون عايز انزل دلوقتي بس عايزين ننزل بهدوم لو من غير تفكير ننزل البسين بصوا انا يلا جايبه حاجات قد ايه اللي هي هتعمل كميه المره دي هتعمل كميه كبيره هو ده اللي هيتعمل فيه ما هو ده هو دوت اللي ده احنا دخنا على ما جبناه دوت بقى السلايم محدش يستقل بحجمه بس ورين كده لا ده كده كبير ده احنا كده جايبين الحجم طبعا اللي بيشتري وعارف السلايم هيبقى عارف ده والسلايم ده برضك عشان عاملينه في شقتنا ايوه ما انا عارف انتوا عملتوه في شقتكم بس اللي هو الالوان عملت احمر واصفر واخضر وازرق الوان كتير ده بقى الشفاف اللي هو يعني لما تمسكيه كده اشوفه يعني بصي ده الشفاف اه دوت اللي هو بيتعمل بالماء هو دوت الشفاف ايوه ما هو ده الماء دوت اللي هو زي ده كده عايز زي الميه انا حضرت الحاجه خلاص كده اهو جهزتها كلها انا جبت الحاجه اهي اللي هعمل فيها طبعا انا بقى رحت وجبت بقى كميه كبيره بصراحه انا خلصت الفلوس لا مش الفلوس الصبغه اللي في المكتبه ده صبغه من المكتبه انا خلصته هو بيجيب الباكيت انا خدت منه الباكيت كلها وانا كنت اجيب اكتر من كده بس هو ما كانش عنده الصراحه وحط لايك واشترك في قناه اصحابي رماس البتاع ده اسمه ايه حد تمكار اسمه ايه ده تمكار مش سامع اسمه ايه تمكار اسمه دينكار 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 لا مش تينكار دينكار بالدال مش بالتي بيحط على السلايم ولا السلايم بيلزق هي على ماي ملخص هو بيحط على السلايم المهم عارفه بيتعمل بايه مش مهم هو اسمه ايه هقول لكم بقى على كل حاجه في السلايم بتخليه كده مائي وحلو وجميل جدا وبتعملي كميه كتير من صمغ قليل جدا ماشي بس انا هعمل لكم الطريقه دي ولو عايزين طريقه عمل سلايم من غير غيره ولا صمغ خالص قولوا لي وانا هعملها لكم ماشي ده صمغ بنجيبه من المكتبه العبوه دي مش غاليه ماشي هناخد من دي وكمان الدنكار معانا اساسي لان ده اللي بيلم لنا السلايم اهم حاجه ان البوله اللي احنا بنعمل فيها دي ما تكونش فيها اي حاجه معدن يعني لا المونيا ولا ستانلس ولا حديد ولا اي حاجه من الحاجات دي ماشي فاحنا جبنا بوله بلاست وخشب اللي هنقلب بيها العبوه من دي هناخد عليها كوبايه ربع ميه من دي زي كده اهو بسم الله دي كده اهو لعلبه صمغ واحده طبعا انا حطيت بقى من كل كوبايه كوبايه ربع حطيت 10 مرات علشان انا كنت جايبه 10 عبوات فهنفتح بقى العبوات ممكن بقى تساعدوني انتوا بقى في فتح العبوات يلا دي الحته الزرقاء دي بتتشال ماشي يا اما فضوا معايا بيها عايز ماشي اهم حاجه تفضوه كويس عشان يعمل لنا كميه كتير عارفه هو باين اللي هو فيه بس بقى خلاص بقى احنا كده فضينا الصمغ بقى وانا لازم نقلبه يا جماعه الاول كده الصمغ مع الميه كويس جدا هات بقى خلي حسن معلقه دنكار كبيره هنا دنكار من ده اه ايوه كده ماشي حطها شويه كمان عشان ممكن تحط معلقه كمان ماشي تمام قلبهم بقى وانا هقلب هنا هناخد بقى الدنكار ده محتاج صبر جدا لان احنا لو حطينا كتير ممكن يبوظ مننا فمحتاج صبر كويس ماشي يا جماعه ولو برده انتوا عايزين تعملوا السلايم شفاف مش مائي يعني شفاف بس مش مائي ممكن تحطوا الصمغ وتحطوا عليه كل حاجه بس ما تحطوش ميه ولو عايزين طريقه السلايم زي ما قلت لكم اللي من غير لا صمغ ولا غيره ولا اي حاجه من الحاجات دي انا هعملها لكم عارفه لها طريقه حلوه وعد الحر اه بس هم لو طلبوه وعد الحر دين دين عليه يلا بس اهم حاجه عايزين نشهر عشان ننزل حمام السباحه هو الجو حر كده احنا سخنين بص وشك تحس انه دبلان بسبب الحر اه الناموس عمال ياكلني وعمال اهر في كل حته فضي انا والله لا بتفضي مين انت بتعمل ايه بقول معلقه معلقه بص انا هخلي جي اللي تفضي لي لان ايه لما باجي اعمل سلايم انا بسم الله
بسم الله. انت عملت الكمية الكبيرة دي قبل كده؟ لا. يعني دي اول مرة تكون بتعمل الكمية دي؟ اه. هل هتنجح؟ ان شاء الله. ثقة في اللي انا جاي. ان شاء الله. الناموس. الناموس عمال ياكلنا قوي، عايزين ننزل. ايه؟ الناموس عمال ياكلنا، عايزين ننزل بسين. الناموس عمال بياكلك؟ اه عايزين ننزل بسين. وكمان عايز اروح تاني. ايه؟ قلت لك شوف الكرافة على الجرة. تاني؟ الناموس يا الماس بياكلك عشان انت مسكرة. شوف الذكاء. ما يا جماعة حطوا لايك كشير. كبير. خلاص بقى انا فضلت اقلب فيه كده وحط له دنكار حبه بحبه. بص بقى عامل ازاي، بص عامل ازاي كده اهو، ملزلز كده اهو بقى. وايه وتيجي تحط ايدك فيه كده اهو تلاقيه ما بيلزقش، حاجه جميله قوي. عامل زي الملبن اللي بنشتريها في حلاوه المولد. بص جميل قوي. وطبعا اللسان اللي معاهم ده انا كنت عامل لكم قبل كده طريقته على عائلتهم وزياد، وطبعا كنت حاطه لكم فيه حاجه خليته كتير وجميل خالص. اللي عايز يشوف الفيديو يعرف طريقته والسر اللي فيه يروح على عائلتهم وزياد. وبصوا استنوا، بصوا شكله حلو قوي وهو بيتشال كده. بصوا وش باين صح. بصوا هو كمنه واقف وما بيطلعش من الطبق الا لما تمسكوا منه حته صغيره. بصوا وشها باين من جوه. جميل قوي. بص بقى احنا هنسيبه يرتاح عشان لا يلزق ولا يعمل معنا اي حاجه. هنسيبه يرتاح شويه على ما ننزل حمام استراحه ونطلع نلعب بيه. بص الصوت. تعالي يا انش تعملي بالونه. اه اهي. بص انا عايزه حاجه. بس يا خليل الاستراحه ده يفضل يعمل بيه كده وبيعمل بلالي كده ويفقص فيه كده. بص يا جماعه. طبعا هو لو ساب شويه هيبقى شفاف، لكن كده ما كانت تقريبا عامل بابلز كتير كده. جاهزين؟ هنشوف مين احسن نطه. المفروض انتوا الثلاثه يعني اكبر ثلاثه في العيال كلهم، المفروض انت تبقى اكبر احسن نطه. اكبر اربعه انت رابع. انا بقول لي انا عليكم المفروض انتوا ايه يعني تبقوا احسن منهم هم في النط. انا عندي حاجه عايز اقولها. ايه؟ انت عارف ايه اللي مش مجرني ان انا نط مره واحده؟ ايه؟ ان احس بالساعه اول ما بنط. طب يلا يلا يلا. يوسف تنط انت الاول. يلا احسن نطه. خلي بالك انت بتتصور والناس هتبقى بتقيم، يعني انتوا قيموا كل واحد هينط هيبقى كام من عشرة؟ الباي عامله ايه؟ هي حلوه ومش حلوه. انا هبقى احسن نطه من دلوقتي. انا خلاص ايه هتنط تاني؟ اه يلا هنط تاني. ده تروبشي وقع بسرعة. يلا نغير. يا يوسف لا انت الكبير. مش هزق. هنط. مش هزق. تعالى تقولك كده. المهم نط حلو عشان هنشوف مين احسن نط. انا ودي بتوجع. ماشي يلا. يلا. واحد اثنين. ايوه احسن. ثلاثة. ثلاثة. يلا يلا. انا قاعد انط كده احسن نطة من هنا. يا بنت يلا الكل عايز ينط. واحد اثنين. لا خلاص هاخدها جاي. واحد اثنين. ده مش وقت سرعة. يلا يا يوسف راجل راجل الجارية بتاعته. البيجي يبل جسمه بميه الاول بعد كده هينط. هتنط هنا ولا هنا؟ لا هنا طبعا. طب يلا هنشوف مين احسن نط، وبرضه هتقيمه انجي. نشوف انجي هتبقى كام من عشره. انجي ده انا خايف قوي. ما جميل على فكره ان انت جايب جميل. اسكت يا سيدي. يلا اسطر علينا يا رب. ايناس عندنا عوامين هنا جنبنا. ايناس لا مش انت الكبيره؟ هتنطي الصغير ولا الكبير؟ لا الصغير؟ طب يلا واحد اثنين ثلاثة. مبروك كنت نطيتي في ده على قدي. مين بقى فيكم الأكبر؟ أروى ولا رماش؟ رماش ولا أروى؟ رماش طبعا عشان ما تنطيش. لا هي لا حقيقي رماش أكبر. طب هقول لكم على حاجة حلوة. بص امسكي إيديها
هقول لكم على حاجه. انا هنط انا هنط ده. ما انا هقول لك استني اروع عشان ما توقعهاش. بص اسمعوا كلامي ماشي؟ ماشي مش احنا بنسمع كلام الكبار. انا عارفه انت هتقول همسك ايديها ونط انا وهي مع بعض. ايوه برافو عليك يلا. لا. هقول واحد اثنين ثلاثه وتنطوا مع بعض ماشي؟ ماشي. انا ما امسكش حد. يلا امسكوا بعض. لا لا لا. لا عشان اللعبه تبقى حلوه. وخلينا انا عشان ما عارفه اقول واحد ماشي. واحد اثنين ثلاثه الله عايز ثلاثه نازلين يلا انا جاي اهو يلا ايه ده شطارتك يا حبيبي هدت. طب هقول لكم على حاجه حلوه قوي الكل يجمع هنا اسمعوني بقى هنروح لحد هناك ومش شرط ان احنا نرجع اللي هيروح احنا نعمل سباق معاكم هنا كده واحنا هنروح لحد هناك كده انت تروح لحد هناك ماشي بص بص عليك انا بس هنروح لحد هناك اللي هيوصل هناك قبل مني هياخد 100 جنيه مروح بس مروح بس عشان انا بتقطع يعني لو اتنين راحوا الاتنين دول هياخدوا 200 جنيه لو التلاته راحوا هياخدوا 300 جنيه بس شرط ان هم يوصلوا قبل مني ده انت فلوسك كتير قوي اتفقنا؟ اتفقنا طب يلا كله يقف في نفس الصف اللي انا اهو جنب مني اهو جنب مني اهو مش عارف احنا جايبين 100 جنيه واحد اثنين ثلاثة ترى نفسي تقعد انا كرعت المية وانا ماشي كده زيادة وش القلب قلت لك والله انا كنت بسلمها بين الحيطة لا يبقى كده زياد بس اللي قدر ان هو يوصل قبل مني عايز اقول حاجه انا بعوم هتتدرب بالرجل انا سلمه لاخيري احنا بقى طلعنا من حمام السباحه ولعبنا بالسلايم قلت بقى اخش اعمل لهم حاجه حلوه كده بس بوسه بطريقه حلوه قوي وجميله هتجربوها هتعجبك والطريقه دي طريقه قبلة مرفت هي اللي كانت قايله لي عليها انا حطيت هنا خمس معالق سمنه هحط عليها كيس بسبوسه هنزل عليها كده اهو الطريقه دي حلوه وجديده ومثال امبارح رحت عاملاها لكم النهارده حطيت البسبوسه كده على السمنه وهنقلبهم كويس جدا كده لحد ما البسبوسه بتاعتي تحمر معايا كده وتبقى لونها بني بصوا يا جماعه اول ما خدت معايا اللون الذهبي الجميل ده هنزل عليها بقى بالسكر انا لا هعمل لها شربات ولا اي حاجه هنزل عليها كده ايه بحبه سكر وكل واحد حسب ذوقه وبعد ما قلبناهم كويس كده اهوت بصوا السكر خلاها تلمك كده شويه هننزل عليها بقى بورقه فانيليا ونقطتين ليمون وهنقلبهم كويس وبعد كده هننزل بقى عليهم بحبه ملح ونقعد نقلب فيهم بقى كويس تاني حاجه بقى هعمل المهلبيه طبعا كلكم عارفين طريقه المهلبيه هنجيب كوبايه لبن هننزل عليهم بتلات معالق نشا ونقلبهم فيها ونحط بقيه لتر اللبن على النار يغلي النشا اللي احنا دوبناه في قلب اللبن وهننزل عليه بقى باللبن السخن حبه بحبه لحد ما يتقل معانا خلاص انا خلصت المهلبيه والبسبوسه بتاعتي بص المهلبيه عامله ازاي والنبي هي فعلا اسمها زي شكلها كده هنجيب بقى البسبوسه بتاعتنا دي اللي بقى اللي انا هعمل بيها وجبت كمان زبيب علشان احشي بيه كده اول حاجه تبقى شكلها حلو كده اهو الكلام يا حلاوه بقى هناخد طبق كده اهو بسبوسه هنفردها كده اهو وهناخد عليهم برده مهلبيه بسم الله يا سلام على ريحه البسبوسه ريحتها خطيره جدا انا مش بشكر في الحاجه ولكن هي الريحه هي اللي بتتكلم مش انا ماشي بصوا البسبوسه يا سلام نعمل كده ايه نص ونص نص ونص حبه بحبه ولو عايزين مني بقى اي طريقه تانية او اي حاجه تانية قولوا لي وانا هعملها لكم طبعا ماما الله يرحمها كانت معلماني كل حاجه ربنا ان شاء الله يدخلها الجنه وبصوا شكل البسبوسه عامله ازاي شكلها حلو قوي ناخد بقى كده اخر معلقه بقى اي بسبوسه كده اهو ونحطها بقى عشان تخلي الحاجه شكلها حلو كده ايوه سفن وناخد بقى رشه كده اهو بقى زبيب كده اهو يا سلام على شكل الطبق فعلا انا استاذه في المطبخ وبعمل حاجات حلوه قوي واطلبوا مني حاجات جميله اعملها لكم
بس طبعا والله يستاهل بقكم، انتوا بقكم جميل. يلا هنعمل كذا واحد بقى، ويا رب بقى يكون الحلويات والسلايم وكل حاجه انا عملتها عجبتكم. ولو عجبتكم طبعا انا هعرف من لايكاتكم ومن الكومنتات بتاعتكم اللي انت هتقولوها لي. ولو عايزيني اكمل زي ما انا اعمل لكم في حاجات وابتكر اكتر، عرفوني في الكومنتات وشجعوني باللايكات، وان شاء الله هعمل لكم حاجات احلى من كده بكتير زي ما انتم متعودين مني. وبس بقى انا كده خلصت اللي انا عملته، هروح بقى اديها لهم وياكلوا حاجه حلوه وبس. ومع السلامه.